وأخيرا أنهى المنتخب الوطني المغربي رحلته الإفريقية بفوز على منتخب النيجر، فوز لا يسمن ولا يغني من جوع. مستوى هذا اللقاء كان جد متوسط. منتخب نيجيريا سنحت له فرصة تسجيل بواسطة معزو، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0. في الشوط الثاني تسديدة من رجل عبد الكريم وتدخل ناجح لحارس أمسيف. المنتخب الوطني بحث عن الهدف الذي يأتي أو قد لا يأتي، وتضيع هذه المحاولة بعد تدخل الحارس داوود كاسالي. تمريرة من كريم الأحمدي في اتجاه الشماخ الذي يمرر بدوره إلى يونس بالهندا، والهدف الوحيد للمنتخب الوطني في هذا اللقاء. فوز صغير وخروج مبكر ومن الباب الخلفي كانت أهم استنتاجات المشاركة المغربية في النسخة 28 من كأس أمم إفريقيا. الغابون وتونس مر إلى دور الربع. محمد المراني يعطي تقييما للمشاركة المغربية في هذه النسخة 28 من كأس أمم إفريقيا. الصراحة الدراري كاع مقلقين على النتائج اللي حققنا، سيرتو الماتش الأول اللي ضيعناه كان باستطاعتنا باش نرجعو بواحد النتيجة إيجابية وخا نقطة ديال نقطة. الماتش الثاني كنا في الأول في مستوى، الدوزيام ما كناش في مستوى. اللي نتمناه هو نفكروا في اللي جاي. تقصينا اللي عطى الله عطاه هو هذا، وكنعتذروا للشعب المغربي اللي غادي يكون مقلق علينا بزاف، ونتمنى إن شاء الله يكون المقبل كله خير. الآن وما العمل؟ وما هي الخطوات المقبلة؟ كيف الخروج من هذه الدائرة لنطل على الدائرة المقبلة التي هي إقصائيات كأس العالم؟ أسئلة كثيرة تظل عالقة حتى إشعار آخر. بعد